يا جدعان عديدك شباب ورد ورد شادي موقع ومنصة ابو كبير ميديا. اهلا وسهلا بحضراتكم ومن هذا اللايف. اهلا يا روبي. بيعلن تضامنه الرسمي مع ال كسبت انجي. بيعلن تضامنه وليد ياسامي بيعلن تضامنه مع انجي ولا كروان خد منه ترند؟ كروان خد منه ترند؟ انا عايز السؤال ده. لا 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 مفيش حد ياخد ترند. خد منه انجي خليكي بقى معايا ثانيه واحده يا انجي وخلينا طب خليني بس اتكلم. طب خلينا اتكلم معاكي عشان انا في اللايف. اه انا عارفه. طيب مشاهدي ومنصة ابو كبير ميديا, بعد وقعت الكروان مشاكل المره دي بقى هما الاثنين بيظهروا مع بعض. يعني عايزك تسيب التليفون بس وتركزي معايا ثانيه واحده بس تركزي معايا. هو طلع معايا من ساعه وقال ان الجواز مش حقيقي ماشي, وقال ان دي مش امدتشي. بتعمل ايه حديد؟ هتاخد شعرها ولا ايه؟ انت زعلان عليها؟ زعلان عليها حديدة؟ اه اختي حديدة زعلان عليها؟ قوي. انا عاوز اروح اتخانق معاه وابهدله وانا الراجل بتاعك وانا اهلك وانا هقف معاك يا انجي. هتعمل كده؟ هتصل معاكي كده؟ طب ماشي, ما انت تعالى كده وكلمنا قول لي كروان مشاكل دلوقتي بيقول ان انا التبنت رقم واحد في مصر. لا احنا رقم واحد في مصر. اه هنرد عليه نقول له ايه بقى ده بقى؟ هنقول له ايه؟ ركزي معايا. انا هقول له ايه؟ تعالى ثواني واحده. طبعا باخد راي حديده. حديده هو ترند رقم واحد لان ده كان الترند اللي هو من يا وليه. اه ترند ده ترند ده. بص حديده لا خليك معايا. الترند بتاع حديده ترند كان واقعي خالص. ترند واقعي وترند كان تلقائي والترند الوحيد اللي مصر عملته بنفسها او ولاد مصر او الشعب او الناس هي اللي عملته المتابعين او كده كانوا على الفيس وعلى السوشيال ميديا. لكن الترند بتاع كروان مفتعل. خليني يا ابني حرام عليك, ايه اللي بتعمله في اللايف ده؟ كروان مشاكل مش هيسيبك انت كده بتبص في اللايف. وهي مراته هي مراته هو حاطط ايده هنا حديده هي مراته حديده فغلط اللي انت بتعمله ده. ما تمسكش حاجه حديده. كروان مشاكل مش هيسيبك. طب انجي خليني اتكلم معاكي ونقول ان هو من ساعه طلع وقال معايا ان انا ان دي مش امتيتي وده مش حقيقي. لا هو كروان متسوح من داعمه اسمها شيرو. هو يا عم هو داعم عايش في الامارات. داعم ده والله علشان نتكلم. طيب خليني اتكلم معاكي واقول لك يا انجي ان انتي الاسامي اللي معاكي حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقية بصوت عالي. طبعا لان حقيقيه وماضي وهو عامل فيديوهات ان هو متجوزني وكان في فيديو بتاع الجواز وعندي اصدقائه اللي هم شاهدين على الاسايم موجودين. وغير كده كمان اللي انا عاوزه اقوله لك يا بودي ان كروان بيبيع اي حد عشان مصلحته عشان الترند وعشان الفلوس. بني ادم من شويه قال انا عندي استعداد ان انا اتحبس ولكن انا قلت له الم الموضوع مع انجي قال لي خليها تعمل لي فيديو اعتذار. انا اصلا ما عملتش اي فيديو اعتذار. كروان هيتحبس. كروان سمعنا ان في بلاغ متقدم للنائب العام في كروان مشاكل من مريم السودانيه. لا ده مش والفنانه مها احمد الله يبارك لها حد محترم. وانا من هنا من الموقع 2030 لا ابو كبير ميديا منصه ابو كبير ميديا منصه ابو كبير ميديا معاكي وهي اللي كانت بتقف معاكي لحظه بلحظه في كل حاجه. وتضامنا معاها ومع اي حد مقدم بلاغات. انا من موقعي هذا بقول انا معاكم وانا شاهد على حاجات كتير وعندي حاجات بلاوي على كروان هقدمها لاول مره. انا اتضحك عليا من ولد فهمني ان هو عنده موهبه وما عندوش اي موهبه. يا جماعه زي ما انتم شفتوا من شويه كروان مشاكل طلع قال بس خليكي بس معايا هو مش هيحصل له حاجه يلا لا مش هيحصل له حاجه. المهم بس خليكي معايا عشان وقت اللايف سمعنا ان في تضامن بينك وبين مي السودانيه عشان تتحدوا على كروان مشاكل عشان خلاص توقعوه. هو موضوع مش اتحاد, موضوع ان دي ست ليها حق هيجيب انا اللي هجيبها لها ان شاء الله. بس انت لسه ما جبتيش حقك. يعني انت هتجيبي حق غيرك وانت لسه هل انت هتخش في حاجه اسمها تحريات في تحقيق
في ضبط واحضار في حبس في قوانين. بيقول القسيمه بيقول القسيمه بيقول القسيمه مش بتاعته. ما هو لازم عشان الداعم طالب منه وشوفوا انتوا ايه علاقته بالداعم ده. ممكن نشوف القسيمه الدوله شغاله يعني مش معاكي دلوقتي. انا وريتها لك امبارح شفتها امبارح والساده المشاهدين شافوها ويمكن احنا اول ناس طلعناها في مصر ووضحناها ولكن هو طلع قال مش انا. طيب لو مش هو امال مين اللي كان في الفيديو بيمضي؟ مين اللي طلع قال دي مراتي؟ ردك ايه على فيديو السطح وعلى فيديو المطبخ؟ اولا فيديو المطبخ هل تعلمي جيدا ان الفيديو دوت يدينك انت وهو حتى متجوزين مش متجوزين هو يدينكم انتوا الاثنين؟ بس الفيديو ده يديني في حاله واحده طالع من تليفوني لو متصور بعلمي لو منشور بعلمي لكن انا دلوقتي انا تحت القروان بيبتزني بالفيديوهات دي هاتي كذا اعملي لي فيديو كذا كملي معايا الفيديوهات. لا طبعا مش قروان اللي هو البيئه المنحدره بالمنظر ده هو اللي هيتحكم في اولاد الناس. ده بني ادم اصلا ولا ليه اي كينونه. كان بيبيع اللي انا عرفته كان بيبيع مخدرات وفي شهود على الكلام ده وكل اصحابه قالوا الكلام ده ولاد حكيته قالت الكلام ده وانا اقدر اجيب الناس دي. فانا اتضحك عليا يا جماعه واحد ضحك عليا على اساس ان هو عاوز يبقى وعاوز يبقى ويبقى ويبقى ولد تاني تاني خليني يا انجي اتكلم معاكي. طيب انا كنت معاه من منذ لحظات النجم وليد سامي. انا كنت معاه منذ لحظات وقال لي تعملي فيديو اعتذار وانا قدام مصر كلها همسح فيديوهاتها وكل واحد يا عم. واحنا مش عشان حاجه احنا اصلا متفقين انا وهي من امبارح. ثانيه يجي وليد موجود ثانيه انجي انا وانت متفقين. بص والله يا بودي كان فلاي من امبارح اتفقنا من غير حتى هو ما يطلب هي كانت تقول له احنا مسامحه في اي حاجه مش انا استغربت انها بتتكلم في حاجه دلوقتي. حديده وافق على الكلام ده؟ حديده ده اطيب خلق الله. هو اصلا ما يعرفش ان في خناقه اصلا ما يعرفش ان في مشكله. هل انت البنات اللي انت بتقعد تكلمهم انت موافق؟ انت موافق على الكلام ده؟ القصه دي مش عاجبك كلام مشاكل؟ انت مش فالح غير في بص البنات بس. طبعا زي ما انتم شايفين حديده عمال يبص البنات بس على منصه التيك توك وشكله كده يعني هيوقع واحده. حديده لازم يركب الترند. حديده زعلان ان كروان واخد منه الترند ولكن الترند خلاص يعني حديده انا معاك. انتهى لازم تعرفوا ان كروان انتهى تماما وربنا بعتني ليه عشان انهيه لانه كان هيبهدل بنات وستات كتير جدا وكان هيبوظ جيل بحاله. هيبوظ جيل بحاله طبعا زي ما انا غلطت وساعدت. والله انا شايف كصحفي ان في ناس كتير على منصه التيك توك مبوظه السوشيال ميديا خالص. طب حديده بس لا الملكه في كروان ده شاكل هتقول له ايه؟ طب اسمع رجاله شعره سيب البنات الله اخواتي سيب البنات شد شويه ابعد عن الشيشه. هو حديده خلاص من ساعه ما عرف البنات وعرف يعني ايه تيك توك ما بقاش بيقعد بيكلم حد خالص ولا ما بيكلم مراته بقى مندمج على طول مع البنات بتاعت التيك توك. حديده خلاص عليه العور فيه. كروان فاهم ان هو يعني الشهره والفلوس ممكن تحميه. يعني هي الفلوس اللي غيرت كروان مشاكل والشهره هي اللي عملت فيه كده يا انجي. اولا ده اذكى بني ادم في الدنيا ده عارف هو هيستغل بودي وهيستغل انجي وهيستغل وليد وهيستغل علانه وفلانه وهو عارف امتى. هو ما بيطلعش مع حد لسه طالع معايا من شويه وقال لي واكد لي قال لي يا استاذ بوجي الجواز مش حقيقي. قلت له ازاي وانا اللي مصوره وانا اللي حاضر فرحك. جواز ايه؟ جواز اشهار؟ سعلي صوتي بس. لما واحد يطلع بفيديوهات بقول لك دي مراتي وانا واحد ليه نفسي اسالك سؤال قدام الناس ليه اتجوزتي كروان مشاكل؟ ليه؟ انا اتضحك عليا بوجي زي ما كل الشعب اتضحك عليه وصدقوا وحبوا ودعموه وقفوا جنبه فانا واحده برضه اتضحك عليا زيكم يعني هو ضحك عليك عشان يتجوزك. ايوه اداني وش تاني بس انت مذيعه وهو بلوجر على التيك توك. انا بقى ما شفتش ده. انا خد بالك تعالى افهمك على حاجه بوجي. انا مش من النوع اللي يعني داخله قوي على السوشيال ميديا وانا كان بالنسبه لي السوشيال ميديا دي حاجه جديده يعني مبهوره بيها. بس انت مذيعه ايه اللي نزل مستواكي ان انت صدقني انا غلطت. هي غلطه هي غلطه معرفش ايه اللي جرى. وحسيت ان انا بتجرب فيديوهات فيديو ورا فيديو كل ما اجي اخرج
الاقي نفسي التهديد ومعايا فلوسات انا هبقى ابعتها لك تسمعها للناس. طب انا هقول من خلال موقع ومنصه بوكبين ميديا ان في مفاجاه قويه جدا هتجمع الاعلاميه انجي حماده بعد واقعه الكروان مشاكل مع مي السودانيه اللي رافعه قواضي على كروان مشاكل. هتقفي جنبها؟ هقف جنبها. بس انت عايزه اللي يقف جنبك لسه؟ لا احنا لازم كلنا نقف جنب بعض عشان نخلص بسرعه. لا انا صحفي انا بشوف شغلي. ماشي لا نقف جنب بعض كمي والناس اللي اتهانت مش انت. الناس اللي اتهانت اللي هم طرف في المشكله عشان نقضي على كروان مشاكل في اقرب وقت. وانا بقول لك ان كروان على جثتي مش هيطلع في حلقه. وانا بقول لك ان الفيديو اللي الفيديوهات اللي بتظهر تحبسكم انتوا الاثنين. وهو مصمم برضو ان هو يعمل الغلط ومصمم ان هو يعاندني ومصمم ان هو قال لي مش هنفتح لك فيديوهات غير لما تديني فلوس. فانا بقول لكل بقى رجاله مصر اقفوا جنبي انا السلام عليا من بني ادم. يعني هو محطوط عليكي من الناس كلها. اعرض الابتزاز من بني ادم ما عندوش اي مبدأ ولا عنده ولا يعرف ربنا ولا يعرف ربنا. حط دي تحتها مليون خط. طب هنتظر ظهورك مع مي السودانيه في مفاجاه على منصات مصر كلها حصريا على منصه ابو كبير الميديا. لا مش هطلع معاها النهارده ولكن هي المفاجاه بكره ان شاء الله. بنتظر ان شاء الله الاعلاميه ينجي حماده مذيعه الحدث بعد واقعه القروان مشاكل مع مي السودانيه اللي رافعه قضيه على القروان مشاكل. ده لسه ما خلصناش من موضوع الفنانه مع احمد ومنع دخوله من مدينه الانتاج الاعلامي. لا ده فتح على نفسه كل الاتجاهات ولكن هننتظر الساعات القادمه نشوف ايه اللي هيحصل. كان معكم بوجي موقع ومنصه ابو كبير ميديا.